اسعد الله اوقاتكم متابعين اعزاء، انا حسين وهناك قناه نظره في عالم السيارات. واليوم احنا باوتو تشاينا 2024، معرض بكين الدولي للسيارات 2024. هنا احنا في منصه جيتور، وهاي اللي ورايا هي منصه بناء جديده من جيتور، منصه بناء بنظام دفع هجين هايبرد. تعالوا خلينا نشوف منصه البناء. اول شغلات المميزه به انه نظام التعليق الامامي راح يجي مالتي لينك دبل ووش بوند، هذا نظام كلش قوي للاوفرود، وكذلك يعطي ثبات احسن للسياره على الطرق، ويعطي راحه احسن للكابينه، وكذلك عزل صوتي احسن للكابينه. هنا راح يكون عندنا محرك البنزين زين يابا، والسياره راح يجي عليها ايضا هذا محرك الهايبريد، هذا هو الانفرتر كونفرتر مال الهايبريد او محول الطاقه او العاكسه مال نظام الهايبريد. تعالوا وياي نشوف هنا المنصه فيها مجال انه من جوا تخلي بيها باتري كبير. طبعا عندهم هم هسه جيتور تي 2 عليها باتري 48 كيلوات اور، يعني باتري كبير بالرغم انه هي سياره هجينه، تقدر تمشي فقط على الباتري لمسافه 208 كيلومتر. تعالوا وياي نشوف هنا الباتري كبير، باتري باك كلش كبير. طبعا بالصين هم ضليعين في صناعه الباتريات، ويستعملون LFP او الليثيوم فيروس فوسفيت اللي هو باتريات الليثيوم والفوسفات والحديد. هاي الباتريات تكون كلفتها اقل وعمرها الافتراضي ايضا جيد، فهنا راح يكونون منافسين جدا في هذا القطاع، لانه السياره تكلفه تصنيعها راح تكون اقل. وهسه عالميا كل التوجه رايح لناحيه هاي الباتريات، لان هاي الباتريات ايضا تكون فيها اقل عماله الاطفال اللي حرمها قوانين الامم المتحده، قالوا بافريقيا اكو هواي اطفال يشتغلون في مجال صناعه البطاريات، فقاموا يصنعون هاي البطاريات اللي ما تحتاج تكرير النيكل والليثيوم بشكل كبير. فالباتريات هاي تفوز في صناعه السيارات، وهي راح تكون البديل لباتريات النيكل والليثيوم LFP. فهنا تقنياتهم كلها معتمده على هاي الباتريات الصديقه للانسانيه خلينا نقول، وكذلك الصديقه للبيئه. وهنا نشوف ايضا اكو خزان وقود، يعني نظام دفع هجين وخزان وقود مو كبير كلش، لانه هم معتمدين على الباتري حتى يغذي نظام الدفع مع المحرك البنزين. كذلك التعليق الخلفي راح يكون عندنا مالتي لينك، هذا ايضا راح ينطينا ثبات جيد على الطرق. وهنا عندنا موتور اضافي هنا بالخلف ايضا، تعالوا شوفوا وياي، تعالوا اكو هنا موتور اضافي، فالسياره راح تكون دفع رباعي ذكي ذرير موتور. يا اكو موتور اضافي هنا وكذلك الدفع امامي، يعني الموتور الكهرباء راح يدفع العجلات الخلفيه، وكذلك عندك دفع امامي ويا، فالسياره راح تكون دفع رباعي قويه جدا، وتوزيع العزم التورك فيكتورن، يعني توزيع العزم بين التايرات الاماميه والخلفيه وهالجهه الجهه راح يكون ممتاز، لانه نظام كهربائي دقيق فيحقق لك احسن ثبات واحسن اداء بالاوفرود ايضا. والشغله الاضافيه الموجوده بهذا البلاتفورم او الشاسي انه يجي بنظام تعليق هوائي متكيف. نشوف هنا الدبلات عليها صوندات، ومن هنا هاي التنكيات او هاي الانابيب هي لحفظ الهواء حتى يغير من ارتفاع التعليق، يعني تعليق السياره متكيف. هذا راح ينطيك شنو؟ امكانيه اوفرود احسن، يعني تقدر ترفع السياره وتنصيها حسب ظروف القياده بالاوفرود، وكذلك ينطيك راحه احسن على الطريق. متابعين الاعزاء، هاي كانت نظره سريعه على منصه جيتور الجديده لبناء السيارات اللي اسمها كونلونج سوبر هايبريد اوف رود بلاتفورم. اذا عجبك الفيديو لا تنساني باللايك والشير، واذا ما مسكرايب القناه اشترك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.